ومعنا مراسل الحدث الذي أفاد بسقوط عدد من الإصابات هناك. الآن أنتقل إلى دير البلح. أسامة، هل تسمعني؟ ماذا لديك من معلومات وما الذي يجري في غزة؟ نعم، قبل قليل الجيش الإسرائيلي استهدف خيام العائلات النازحة الموجودة داخل مستشفى شهداء الأقصى، تحديدا في المنطقة الغربية. معروف أن مبنى المستشفى الرئيسي موجود في وسط مجمع كبير داخل مستشفى شهداء الأقصى، ولكن في المنطقة الغربية هناك مئات من الخيام للعائلات النازحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. قبل قليل الجيش الإسرائيلي استهدف هذه الخيام الموجودة في المنطقة الغربية، وهذا بالإمكان القول على أنه الاستهداف الثامن لخيام العائلات النازحة داخل مستشفى شهداء الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى هذه اللحظة. المكان الآن خطير جدا، النيران مشتعلة حتى هذه اللحظة أمامي داخل مستشفى شهداء الأقصى. هناك عدد كبير من الإصابات وعدد كبير من الضحايا يجري نقلهم، ولكن أيضا هناك صعوبة في الوصول إلى يعني مجمع الخيام لأن النار ما زالت مشتعلة حتى هذه اللحظة. بفعل هذا الاستهداف المتواصل لخيام العائلات النازحة، هناك أجساد مشتعلة في المكان. نتحدث هنا عن خيام جميعها مصنوعة من النايلون ومن الأقمشة، صنعتها هذه العائلات خلال إقامتها طويلة داخل مستشفى شهداء الأقصى. الآن يعني بالإمكان القول على أن هناك عدد كبير من الضحايا، عدد كبير من الإصابات بفعل هذا الاستهداف والنيران حتى هذه اللحظة مشتعلة منذ ما يقارب من 5 دقائق حتى الآن في المنطقة داخل مستشفى شهداء الأقصى. أيضا قبل ساعتين تقريبا من الآن كان هناك استهداف لمدرسة المفتي في المنطقة الشمالية لمخيم النصرات. هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة خلف سقوط 23 ضحية وعدد كبير من الإصابات، يجري عملية نقلهم إلى مستشفى العودة في مخيم النصرات. مع العلم أن هذه المنطقة خطيرة جدا ومنطقة قريبة من منطقة تواجد الجيش الإسرائيلي الموجود في منطقة نحو نتسليم، وبالتالي الجيش يكثف ضرباته على المنطقة الوسطى منذ عدة ساعات حتى هذه اللحظة، والنيران أمامي ما زالت مشتعلة داخل مستشفى شهداء الأقصى، واشتعال عدد كبير من الخيام، وهناك أعداد كبيرة من الإصابات في مكان الحادث الآن. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، والذي تحدث عن قصف إسرائيلي لخيام النازحين في باحة مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.